حبيبتي. ايه حبيبتي؟ الشخص يلي ذكرته وسائل الإعلام بمداهمة الممنوعات كان سارانش، مو غيره بنتي. هذا الفيديو كان بيوم خطبتك. سارانش اختفى يوميتها، بتتذكري؟ قليلي بتتذكري؟ ها؟ شو مدام سونا؟ ليش العريس ما اجا؟ رح نتأخر على الموعد. سارانش يلا تعال، صار لازم تجي لهون ابني. شو وين راحت؟ قال انه راح مشان رحت اشتريت خاتم الماس كرمال ميتري. كذب، هو كذب يوميتها. الحقيقة انه طلع سارانش بهداك اليوم وراح لياخد الممنوعات. ايه حبيبتي، يعني الخاتم كان مزيف ومانو ألماس. ايه صح، مشان هيك انكسر. صار كتير شغلات بعد الحادث لدرجة اني نسيت موضوع الخاتم. الألماس الحقيقي ما بينكسر بهالسهولة، هداك الخاتم انكسر. ايه ميتري، عمك تعود يبدل مجوهراتي الحقيقية بالمزيفة. هالشي بيعني انه أشيش ما كان بيعرف انه سارانش عم ياخد ممنوعات. ما بيصير تكوني طيبة وبريئة لهالدرجة يا بنتي. أشيش كان بيعرف كل شي وخبى كل شي عنك. ماشي؟ طلعي. تعرفي هاي السيارة مو هيك؟ ايه؟ سيارة أشيش؟ تعودتي انتي وناندينيوأشيش تركبوها. ركبتي هاي السيارة كذا مرة، صح؟ صح، هو كان راكب هالسيارة، بس احتمال يكون سارانش أخذها بدون ما يخبر أشيش. أشيش مستحيل يكون عرفان. مو هيك صار يا ميتري. بس اتذكري إنه بيوم الخطبة سألت أشيش وقلت له سارانش وين راح؟ أشيش، في شي يا ابني؟ صهري ليش مو هون؟ وما كان عند أشيش أي جواب بوقتها. طلع لفوق ليدور على سارانش، نزل وما قال لحدا فينا إنه سارانش مانو بغرفته. صدقيني يا بنتي،